على فكرة أول مرة أنا غنيت في التلفزيون أغنية اليوم وصلني كتاب. كلمات سلطان. كان كلمات سلطان، كان اللحن ده معمول حق الأخ محسن المهني. نعم. الأخ محسن أفتكر طاح فريد، المهم. نعم. اطلبوني بالتلفزيون وأنا ماني حافظ الكلام. راح محمد سنعوسي كتب لي في قطعة كذا، يعني القطعة. نعم. كتب لي اليوم وصلني كتاب، حطها في الاستوديو. والصفحة الثانية مثلا من بعد طول، وأنت رايح يعني أغني، أطالع اللوحة دي وأغني عليه وأقول عساني ما أنسى يعني، ولا خلصت الأغنية إلا يعني بدون ما تكون حافظ وهذا، لأن يمكن ما يصير، مو مثل الإذاعة وتحط ورقة قدامك أو شيء، لازم يكون هذا على الهواء. على الهواء. عن الحبيب الزين قريت أنا سطرين عن الحبيب الزين، وهل الدموع العين، وهل الدموع العين، والقلب والله داب داب. اليوم وصل لي كتاب جاني من الأحباب، اليوم وصل لي كتاب جاني من
سلام وعتاب وكلام، كله سلام وعتاب وكلام. اليوم اليوم وصلي كتاب وصلي. مكتوبة كل غرام يهديني ألف سلام، مكتوبة كل غرام يهديني ألف سلام. وذكر لي فيه ملام، وذكر لي فيه ملام، ما راح له مني جواب جواب. اليوم وصلني كتاب جاني من الأحباب، اليوم وصلني كتاب جاني من الأحباب، من بعد سلام وعتاب وكلام، كله سلام وعتاب وكلام. اليوم اليوم وصلي كتاب وصلي.